المستثمرين الجزائريين ويرافقهم من بداية المشروع إلى غاية انتهاء المشروع. شفنا باللي بعض المستثمرين اللي كنا رافقناهم لأنه كان مشاريع استثمارية عندهم مشاريع استثمارية كبرى ولكن ما عندهمش مرافقة فعلية في الاستثمار تاعهم، لأنه المستثمر يهمه ثلاث نقاط أساسيين هما أرضية المشروع، تمويل المشروع، تسويق المنتج تاعو. حنا كي نرافقوه في ثلاثة نقاط أساسية هذو نشوفوا باللي اليوم المستثمر يقدر ينجح. شفنا باللي قانون الاستثمار جاء، شفنا باللي قانون الاستثمار جاء فتح كل المجالات للمستثمر الجزائري المتعامل الاقتصادي بفضل القوانين والقوانين التكميلية في القانون هذا. مؤسسات صغيرة مثلا، مؤسسات الناشئة هذه ولا الحاضنة ما عندهمش وسائل، ما عندهمش الدعم، ما عندهمش أموال ولا كذا باش يدعموا المؤسسة تاعهم، يجي المنتدى تاعنا نجيبوا مستثمرين كبار عندهم مصانع، عندهم الاستثمارات في البلاد هنايا، نسقوا بيناتهم ويدعموهم سواء ماديا ولا معنويا ولا يختصروا. مثلا احنا دوك أي مستثمر يجي باش يستثمر هنا في الجزائر لابد نعرفوا احنا بالقانون الاستثمار الجديد اللي هنا في الجزائر، احنا المنتدى هذا كيفاش يحمي هذا المستثمر. بزاف مستثمرين